السلام عليكم، نهار جديد وفلوق جديد معنا كيف ما دايما. عاد دابا دخلت وقلت غادي نشوف واش نجحنا اننا نغطيو هاد الخوم ديال الدجاج مزيان ولا لا. الا ما نجحناش غادي نلقاو الغربان داخلين وكياكلوا الزرع مع الدجاج. فالحمد لله جايه وانا متخوفه، فالحمد لله لقيت بان ما كاين حتى غراب كيطير وبان العمليه تمت بنجاح. ماشي بحال البارح كنت خليت غير الباب محلوله بها دخلوا الغربان، مي الحمد لله دابا القضيه ناجحه وكاينش الغربان ما كيدخلوش نهائيا، ما عندهمش شي مدخل منين يدخلوا. فالحمد لله القضيه راها مزيانه، وكيف ما كتشوفوا الدجيجات راهم بوحدهم كيرعاو كياكلوا هنايا. ودابا غادي نستأنفوا العمل ديالنا عاوتاني ان شاء الله، ما قبل غادي نمشي نقضي شي غرض في اكسيون وعاد غادي نجي نستأنفوا العمل ديالنا ونشوفوا شنو نديرو. وهكا صبحات الدواره ديالنا او الجريده ديالنا الحمد لله نقيه مزيانه، الجو غزال حيت كتكون الشميشه الحمد لله دائما حيت كنجيو كنلقاو الدنيا زوينه. الجو غزال اليوم 30 الحراره قالوا، لكن الحال سخون بزاف يعني بحال الجو ديال المغرب حيت كيكون في في, 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 في الصيف، يعني في الحراره مرتفعه. وها الوريضات تفتحوا، اللون ديالهم كيحمق جي ما هو كوغاي ما هو صومو. ودرت هاد جوج ديال الكريسيين هنا كيف ما كتشوفوا، يعني كليسه اخرى زايده اكسترا بالنسبه لهاد التانت هادي. غادي عاد نزيد ندير ديك ديال الناموس، ديك الريدو ديال الناموس. وهادي هي الدويره. والدجاج دائما كيبقى دابا حتى كنبغيو نطلقوا عليه نحللو زعما عاد كيخرج، مي كنخليوه دابا دائما هنايا ها كنعطيه ما ياكل وكيبقى هنايا. ها هو. ودابا غادي نمشي نجيب البيضات بحال دائما بحال كل صباح ونستأنفو العمل ديالنا. فقلت نسقي الغروسة، سقيت هاد الغرس وغنسقي حتى هاد الغرس لان حيت ما كتكون الشتاء خصنا بدا الواحد ما يسقي الغروسه باش ما يبسولوش. شوفوا هذا كيبسها غنجربو ناخدو لها واحد اليد ونبعدو عليها ونشوفوها شنو غادي دير. هذا هو القطيط اللي غادي نخليوه ان شاء الله عندنا، هذا الكر وغادي نخليوه. كتنوض سبحان الله تهزو وتردو عندها. مسكينة شحال كتخاف عليهم.
هذا هو القطيط اللي غادي نخليه، ان شاء الله غنسميوه لولو. ان شاء الله هي سميتها مومو وهو غنسميوه لولو. لولو القطيط اللي غنخليه غنسميوه ان شاء الله لولو. ها هو حل العوينات ديالو، هو الكبير فيهم، عندو الفميمه ديالو والعنيقه ديالو في البيض، والعوينات ديالو كيف ما كتشوفوا ها هو كي داير. الاخرين تبناوهم شي هولنديين جاو عندي بغاوهم، تبناوهم ثلاثه بيهم، غنخلي انا غير واحد مي ما نعطيهمش دابا حتى يديروا 3 شهور حتى يساليهم الرضاعه ان شاء الله، عاد غيجيو موراهم. مي الهولنديه اللي تبناتهم راه كتجي عندهم تقريبا نهاريه نهار لا، كتلعب معاهم باش كيتولفوها وتولف حتى هي معاهم. ان شاء الله النوبه الجايه الا جات عندهم وبغاتني نصورها نقدر نصورها لكم. هنا بقوه الصهد بدينا كنسيقوا الزليج باش تجينا البروده، وكذلك غادي نسقيو الغازو. هنا الصهد هذا النهار حراره، مازالين كنسقي وانا كنوجد الماكله كنحطها فوق الطبله. وها الجو نخليو الغازو يتسقى بوحدو وحنايا ناكلو. ما سالينا الغدا وسقينا الغازو، عطينا الجيوجات ياكلو، وإلا لاحظتوا الحمام راهو في الجناب كيحاولوا باش يدخلوا حتى هما باش ياكلو معاهم، مي ما لقاو حتى شي طريقه. ها هما كراهم من هنا وحاولوا عاوتاني من الجهه الاخرى. الغربان خلاص فقدوا لي امال، الناس بزاف قالوا لي ديري الفزاعه، فالفزاعه ما غاديش درتها قبل واخا هكاك ما صدقاتش، فدرنا الشباك محكوم ان شاء الله دابا ما يدخل حتى واحد. ايوا هادشي اللي كاين. دابا غادي نمشيو، غادي عندنا شي نباتات في الارض غادي نحيدوهم، وكيف ما كتشوفوها حنا قلبنا من هنايا الارض حتى الباب. انا غادي نورك لكم النباتات اللي كاينين في الارض، وخصنا لابد ما نحيدوهم باش نقيو الارض ديال الدخله. هاد النباتات كلهم اللي في الارض خصهم يتحيدوا. كيبقى مستمر هكا، يعني كيحيد ديك الجوانب كامله كينقيهم، وديك الازبال كيديرهم كيكوم كيديرهم على شكل اكوام هنايا
فمن بعد ما نسالي كل شيء غادي نجمعوا هاد الاعشاب اللي حيدنا. وكيف ما كتشوفوا احنا سالينا قطعنا كل شيء اللي في الجناب وغادي نجمعوا هاد الاعشاب وغادي نديروهم في الخبز ديال الدجاج. جمعنا البرويطه الاولى عمرناها بهاد الاعشاب اللي جمعنا كاملين من هنا وحتى من هاد الجهه ديالنا من هنا غادي نديوها للخوم ديال الدجاج ومن بعد عاوتاني نجيو نعمروا الشيء الاخر. البرويطه ما بغاتش تدخل لداخل حيت البرويطه عريضه. بالنسبه للدجاج ديال الاخر تخلي ناس شوف هومك التجيه الاخرى راهم ناعسين. الا هادي مازال سهرانة كتسنانا نجيبو لها الماكلة. جات لي كانوا ناعسين فاقوا باش ياكلو ديك التراب وديك داكشي اللي جبنا لهم. وعاد دابا غادي نمشيو نجيبو عاوتاني البرويطة الثانية هو غادي يجيبها ونخويو لهم كذلك تما منها غبار منها كلشي ديك مبغيناش نرميو فشي بلاصة قلنا نديروه لهم الدجاج يلعبوا فيه وكذلك ياكلوا منه اذا كانت شي حاجه ما يتكال. والنتيجه النهائيه ديال اننا نقينا الجوانب ديال هاد السور ديال البلانت دي النتيجه النهائيه. كنستناو هاد البلانت يزيد يطلع يعني حتى الفوق عاد نقادوه على شكل صور بحال هكا. صراحه ردينا كيشعل هادشي اللي بقى غادي نديه عاوتاني للخوم ديال الدجاج حتى حاجه مكتلاح كلشي كنصلحوه. وحنا عاوتاني غندخلو لهم البرويطه الثانيه درنا برويطه اخرى اللي كتدخل باش نديروها لهم في الوسط. ايوا العشاء ديالهم جا درنا لهم حتى هاد على شكل سلوم باش الا بغاو يبقاو يطلعوا فيه ويلعبوا جبناه لهم لهنا. كترتاح مسكنا من الصهد ساعه ساعه كتشوف السرج ما كتشوف واش حتى واحد ما دخلها عند وليداتها. صافي الضو بدا كيشعل يعني المغرب راه علاه يتودن. هادي كتقرب لها كيشعل الضو الدجاج 100% غيكون ناس. مازال عاد كيدخل
شي يدخل شي مازال. غنمشي نشد الباب. القصة فين تتمشى؟ ما عارفش غادي دير، ما عارفش فين باغية تنقز. سطل هاي 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 أمو علاش كتقلب يا مومو؟ شنو خصك؟ غنمشي نعاونها يمكن عندك شي طيح سبرينغ يمكن شايفه شي حاجه. الله ميرا تقدر 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 هي دير كلشي. ما عرفتش مالها علاش كتقلب. لعبت يا لا سقا باغا تبقى والشمس هي كتغرب وقت تحيدناها فين في من السور باش ما يصرى لها والو. خرجت مسكينه ترتاح كتقي النهار كله هي كتردع وليداتها. هذه هي الأجواء من بعد ما كتغرب الشمس. بويلات كيعطيو الضو. قطتك ناسي